أهداف درس اليوم بإذن الله تتكون من 3 أهداف: نصف المقصود بالطيف المرئي، نوضح تحلل الضوء بالمنشور، نبين الطيف الكهرومغناطيسي. تمهيد: لماذا نرى الألوان؟ قبل أن نبدأ برؤية هذه الألوان لنتذكر قليلا ماذا أخذنا في الدرس السابق. تحدثنا عن الضوء وأنه عبارة عن موجة كهرومغناطيسية، وأيضا يسلك سلوك الجسيمات. تعرفنا على أن هذا الضوء ينكسر وأيضا ينعكس. أحسنتم. الآن لماذا نرى هذه الألوان؟ جميعنا ولله الحمد لدينا رؤية البصر، نحمد الله كثيرا عليها، نستطيع أن نرى الألوان. ما سبب رؤيتنا للألوان؟ نعم، أحسنتم، بسبب انعكاسات الموجات الضوئية عن الأشياء. يسقط الضوء على الأجسام فتنعكس هذه الموجات فنستطيع رؤية الألوان. ما الطيف المرئي؟ متى رأيت طيفا مرئيا؟ الطيف المرئي هو الذي يظهر بعد هطول الأمطار. كيف ظهر بعد هطول الأمطار؟ عندما تسقط أشعة الشمس على قطرات المطر تنعكس هذه الألوان فتظهر لنا قوس المطر ونستطيع رؤيته في السماء. ضوء الشمس يتكون لدينا من 7 ألوان تسمى ألوان الطيف. ضوء الشمس عندما يتحلل نجد أنه يتكون من 7 ألوان تسمى ألوان الطيف. استخدم أحد العلماء يسمى بالعالم نيوتن المنشور هذا وحاول أن يحلل أشعة الشمس فوجد أنها تتكون لديه من 7 ألوان. الطيف المرئي تعريفه هذا الذي ظهر بالألوان جزء من موجات الضوء المختلفة التي يمكن مشاهدتها بعد تحليلها. كيف حللناها؟ باستخدام قطعة من الزجاج يسمى المنشور بهذا الشكل. ما هو المنشور؟ ما هو المنشور؟ جسم شفاف يحلل الضوء الأبيض، لاحظوا لون الضوء الأبيض الساقط عليه إلى ألوانه 7. يحلل اللون الأبيض الساقط عليه إلى ألوانه 7. إذا مزجت هذه الألوان بين منشورين يخرج لنا اللون الأبيض. اللون الأبيض عندما يتحلل المنشور يظهر لي 7 ألوان، عندما أمزجه مع منشور آخر بألوانه الثانية يظهر لنا اللون الأبيض. كيف نرى ألوان الأجسام؟ كيف نرى ألوان الأجسام؟ نلاحظ هذه الصورة معه. كيف رأي؟ ماذا ترين؟ ترين تفاحة؟ نعم، أحسنتم، لونها أحمر. كيف رأيت أن التفاحة لونها أحمر؟ عندما تسقط أشعة الشمس أو أي الضوء على الجسم المعتم يعكس هذا الجسم لونه الذي هو به فيعكس لي اللون الأحمر فأرى اللون الأحمر فقط. أيضا في هذه الصورة التي لديك في الكتاب المدرسي نرى الجسم المعتم عندما يسقط عليه الضوء أرى فقط اللون الجسم المعتم فقط هو الذي يعكس فهنا نرى اللون الأحمر. أما عندما يكون عندي الجسم شفاف أو شبه شفاف يظهر لي لون الضوء الذي ينفذ منه، فإذا كان هذا الشفاف أخضر فسوف أرى أخضر، وإذا كان هذا الشفاف أزرق فسوف أرى أزرق. لدي في الكتاب المدرسي اقرأ الصورة
تحلل الضوء المنشور، أي ألوان الطيف المرئي أكبر انكسارا في المنشور، انظر إلى الشعاع الذي ينحرف بزاوية أكبر في المنشور. هذا هو المنشور، وهذا الشعاع الساقط عليه، وهذه الأشعة المنكسرة لنرى هذه الألوان. من هو أكبر انكسارا في المنشور؟ أحسنتم، ونرى اللون البنفسجي. تقويم مرحلي، نرى الجسم المعتم بلون الضوء الذي ينفذ منه، هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ نرى الجسم المعتم بلون الضوء الذي ينفذ منه، جسم معتم ينفذ منه، نعم أحسنتم، الإجابة خاطئة، الجسم المعتم ماذا به؟ يعكس لونه، أحسنتم، ولكن لا ينفذ من خلاله الضوء، أحسنتم، إجابة خاطئة، إجابة خاطئة. نأتي إلى آخر فقرة في أهدافنا وفي درسنا الذي هو الطيف الكهرومغناطيسي. ما هو الطيف الكهرومغناطيسي؟ نرى أن الطيف المرئي يعتبر جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف المرئي يتكون من 7 ألوان، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي واللون آخر شيء البنفسجي. نلاحظ أن لكل لون طول موجي محدد، لكل لون من هذه الألوان طول موجي محدد. من خلال الصورة لاحظي ما هو أكبر طول موجي في هذه الألوان ومن هو أقصرها. أحسنتم، أطول طول موجي اللون الأحمر وأقصرها الذي هو اللون البنفسجي. إذا لا نستطيع رؤية الضوء الذي طول موجته أكبر من اللون الأحمر أو أقصر من طول موجة اللون البنفسجي. ماذا يحدث إذا تقاطعت الحزمة الضوئية؟ نلاحظ إذا سلطت 3 حزم ضوئية، عندي الأخضر والأحمر والأزرق، وتقاطعت هذه الحزم الضوئية مع بعض، ينتج ماذا؟ نعم، عندما تقاطع الأخضر مع الأحمر نتج لي لون جديد، أحسنتم، تنتج لي ألوان جديدة، وهنا عندما تقاطع الأخضر مع الأزرق ظهر لي لون أزرق فاتح، أحسنتم. إذا سلطت 3 حزم ضوئية فإن تقاطع الحزم الضوئية مع بعض ينتج ألوانا جديدة. اختبر نفسك، ما اللون الذي يظهر عند مزج لوني الضوء أحمر وأخضر وأحمر وأزرق؟ نفكر، أحمر وأخضر وأحمر وأزرق، أحسنتم، أحمر وأخضر ينتج لون أصفر، بينما ينتج لون الأرجواني إذا مزجت الأحمر مع الأزرق. ماذا يحدث عندما تفكير ناقد؟ ماذا يحدث عندما تسقط ضوءا أصفر على جسم معتم لونه أزرق؟ ماذا يحدث عندما تسقط ضوءا أصفرا على جسم معتم لونه أزرق؟ الضوء لونه أصفر والجسم المعتم لونه أزرق، ماذا يحدث؟ أحسنتم، يظهر فقط اللون الأزرق، ما السبب؟ لأنه جسمه، أحسنتم، لأن الجسم معتم. إذن الأجسام الزرقاء المعتمة تعكس فقط الضوء الأزرق، أما الضوء الأصفر لا يوجد فيه لون أزرق، لذلك فإن الجسم الأزرق لن يعكس أي لون وسيظهر أسودا أو مظلما، أحسنتم. إذن ماذا تناولنا في درس اليوم؟ تعرفنا على الدروس السابقة على الضوء، أما في درس اليوم تعرفنا على ألوان الأجسام والطيف المرئي والطيف الكهرومغناطيسي. تعرفنا على أن الطيف المرئي يتحلل بالضوء بالمنشور، والعالم الذي قام بتحليل الضوء المنشور هو العالم نيوتن،
وألوان الأجسام تعرفنا أنه سينفذ الضوء عن طريق الجسم شبه الشفاف والجسم الشفاف، ولكن لن ينفذ عن طريق الجسم المعتم، وسيعكس فقط لون هذا الجسم. أحسنتم. إذن الضوء، الطيف المرئي، ألوان الأجسام، والطيف الكهرومغناطيسي.